انا كنت كمراهقه خجوله جدا، كانش عندي ثقه في نفسي خالص، كنت بتكسف قوي، ويمكن فتره مراهقتي كانت صعبه لان امي وابويا اتطلقوا وانا عندي 14 سنه، فلسه كنت في عز المراهقه. أثر فيك كده؟ اثر فيا طبعا، عشت مع مين؟ ومع مامتي. بس زعلتي منهم؟ وقتها بس لما كبرت فهمت انه فهمت حاجات كتير يعني، وفهمت ان هما بني ادمين يعني، مش مجرد مش وظيفتهم بس في الحياه ان هم ابو وام يعني، هما بني ادمين يعني، راجل في وست. حاجة جواك انكسرت بعد طلاقهم لسه جواك لغاية دلوقتي؟ احساس بعدم الامان يمكن، احساس ان انا بحافظ على العيله قوي لان انا عايزه عيلتي تكون مترابطه يعني، مش عايز اولادي ابدا يمروا بده، لانه يشوفوا اللي انت شفتيه. فيها بص، هو مش قادره اقول لك ان انا ما اتعذبتش يعني، هما الاثنين انا كنت بنت وحيده، فهما الاثنين كانوا بصراحه بيحاولوا يعوضوني على قد ما يقدروا، دلع واهتمام وهدايا وخروج يعني بيعوضوا احساس معين بالذنب كان مطلع عندهم، وانا كنت مستغليه ده جدا كواحده مراهقه برضو لسه عيله يعني. بس كانوا صغيرين على فكرة كمان ما لما حاولتيش اتطلقوا. انت ترجعيهم لبعض؟ لا ما حاولتش، خلاص بابايا اتجوز وبرضو كان عنده عيلة، مامتي يمكن هي اللي ما رضتش تتجوز وقالت انا مش هكرر. في الاول انا كنتش عايزاها تتجوز، كنت عايزاها ليا انا، وعارف كنت في انانية معينة. بعد فترة كنت اقولها لا اتجوزي، لا انا هبقى مبسوطة ان انتي تشوفي حياتك، بس هي عمرها ما عملت كده يعني. بس هما كانوا متحضرين جدا في طلاقهم، كانوا محافظين قوي على علاقتهم مع بعض، كان تربطهم صداقة، وبيتقابلوا بيتكلموا في حاجات تخصني يعني، كانوا صحاب، فدي كمان كانت حاجة مهمة قوي قوي يعني، انها ساعدتني يعني. فمراهقتي كانت كده ما بين انه شوية زعل من اللي حصل، شوية تشتت من البيتين، انا بروح هنا وبقعد هنا يعني، برضو كان في شوية كده يعني احساس بالذنب ان انا مثلا بروح لبابايا لازم اعوض مامتي، واروح لمامتي لازم اعوض بابايا يعني، ان انا طول الوقت وانا لوحدي فانا اللي بعمل الدور ده، بلس بقى مشاكلي انا كمراهقة بقى اللي هو يعني برضو حاسة ان انا مش فاهمة نفسي ايه اللي بيحصل لي، انا بنت ولا عيله ولا ايه، ولا بكبر ولا لسه يعني. حتى فاكره ان انا كان عندي حوالي 14 15 سنه، والمفروض بقى ان انا يعني معجبه بولد كده وموجود جوه محله، المحل ده في اكسسوارات حاجات كبار بنات يعني دلع، وفي عرايس انا عيني هتطلع على العرايس، وعامله نفسي قال يعني بتفرج على الاكسسوارات يعني عشان انا كبيره وكده وبنت وكده، فكان في تناقض طبعا، كانت فترة صعبة كمان وحيدة، وده برضو شيء ما كانش لطيف أكيد كانش سهل. بالنسبة لك، صح؟ كنت محتاجة يبقى عليك أخ ولا أخت؟ أي حاجة أخ أو أخت، كنت عايزة أخوات فعلا، كنت عايزة أخوات. كان نفسي يبقى عندي أخوات يعني، كنت كتير قوي بقعد أزن عليهم عايزة أخوات، عايزة لما يعني أروح البيت بالليل يبقى عندي حد نقعد نناكل في بعض ونتعشى مع بعض وننام في السرير أو في أوضة واحدة ونتخانق ونلعب ونتكلم. كنت مفتقدة ده.